هذه أول مرة أجي القاهرة وأطول فيها، قاعد أقعد يومين ثلاثة. هالمرة قعدت أسبوع، تعلمت فيه درس مرة كبير وراح أقول لكم. تدري كم عدد سكان القاهرة؟ 30 مليون. تدري كم عدد سكان مصر كلها؟ 100 مليون، وما عندهم أي مصدر دخل نفطي. موظفين الشرطة والجمارك والجوازات رواتبهم ما تتعدى 500 جنيه في الشهر، يعني 100 ريال. أعلى واحد هنا المدرس يأخذ 1000 جنيه. 1000 جنيه تدري كم؟ 200 ريال. وعايشين مبسوطين، صح العيشة شوي ضيقة عليهم لكن ماشية الحياة. تعلمت أن الرزاق في السماء، لو اجتمعوا عليك الأنس والجن ما يقدرون يوقفون رزقك، الله سبحانه وتعالى كتب لك رزقك، مكتوب لك من يوم أمك جابتك. طلعت من وظيفتك من هنا، والله كاتب لك رزق، تراه بتلقاه في مكان ثاني، ما تضيق إلا وتفرج. حنا بخير، والله ما زلنا بخير. شوف الأمم العربية شلون عايشة وما عندها نصف دخلنا، احنا رواتبنا بالألوف الحمد لله. أزمة سكر، أزمة بنزين، أزمة غاز، أزمات كثيرة، حروب في دول بجنبنا والدنيا ماشية والناس عايشة. يسولف لي واحد يمني يقول لي أقسم بالله أنا بدون وظيفة 20 سنة، وأطلع من البيت مؤمن أن الرزق عند الله سبحانه وتعالى ويلقى رزقي قدامي. وفي حرب وتحت خط النار ويطلع يلقى رزقه، واثق تماما أن ما في أحد يحول بينه وبين رزقه أبدا، اللي الله كتب له بيلقاه قدامه. وإحنا في الخليج في كل دولة 20 مليون نتقابس بيننا، نحسب أن فلان بياخذ رزق فلان وفلان بيمسك الوظيفة على فلان. لا غلط يا صديقي. أمس صار قدامي موقف أثر فيني، كنت راكب مع راعي تاكسي مصري واضح عليه غلبان، وجت حرمة سورية تبيع بقلاوة. إيه؟ قالت له أنا سورية ولا جاء هنا وأبغى أصرف على أولادي واشتري مني. فطلع من جيبه 20 جنيه، ترى الجنيه هنا يسوى، وعطاه إياه ولا أخذ منها، وما أخذ منها البقلاوة. أقسم بالله أجزم أن هذا المصري أن في حاجة لعشرين جنيه وعطاها، وما قال أنت في بلدي تكليل رزقي. وراحت الحرمة دي أخذت الفلوس ومشيت. الله سبحانه وتعالى كفل لها الرزق على حساب التاكسي، والله كفل التاكسي الرزق علينا. أنت متخيل فقير يطعم فقير؟ هذا اللي ينفق لا يخشى الفاقة، والله. وحنا الله معطينا خير ونتذمر من وجودهم في بلدنا. ترى مو بالخير أنك أنت تفتح بلدك للناس اللي تعاني من حروب ومشاكل وتترزق الله، الخير أنك تكف أذاك عنهم لما يجون عندك. الفكر الصهيوني اللي كلنا نحمل أن هذا بلدي، ترى هذا غلط، هذا بلد المسلمين. مصر هي بلد المسلمين، السعودية هي بلد المسلمين، اليمن هي بلد المسلمين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت هذه الدول دولة واحدة، وأرض المسلمين واحدة، تصرف الزكاة في الشام وترسل إلى اليمن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما المصريون إخوة ولا إنما السعوديون إخوة ولا الخليجيون إخوة، لا. لن يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم لازم أني أنا أشعر أن هذاك أخوي المسلم، حتى لو أنه أثيوبي، ولو جاء عندي في بلدي فهو يأكل من رزق الله سبحانه وتعالى. حنا في سعة في خير ونتحاسد نتباغر، فلان أخذ حق فلان، فلان ضيق علي وفلان. شوف ذولي مصر 100 مليون وضيق في العيش ما عنده. أقسم بالله متى ما طهرنا قلوبنا من الحسد اعرفوا أن الله سبحانه وتعالى بيرفع عننا الغلا والوباء وكل شيء ما هو بزين. إي والله. استودعكم الله، شوفكم إن شاء الله اليوم في مطار ثاني، رح نغادر القاهرة في أمان الله.